يعني هل نستطيع أن نعتبر أنت كصحفي كمراقب ولك مواقف ولك بالإعلام صوت يحترمه الكثيرون، هل تعتقد أنه فائق الشيخ علي كان ينقل ما يدور في الشارع؟ هذا الحديث هو حديث الشارع، وبالتالي لماذا إذا صح التعبير الآخر مستفز من هذه القضية؟ هل تجاوز السيد فائق الشيخ علي خطوطا قد رسمتها السلطة؟ أنا أعتقد فايق راد يصير ابن شارع بمعناها الإيجابي وليس بمعناها السلبي، يعني مو ابن سلطة، راد يصير ابن شارع حتى يتحدث بما يجول به الشارع. الآخرون أحسوا بأنهم الآن إذا استمر هذا الحديث فمن الممكن أن ينفلت آخرون، من الممكن أن ينجم آخرون، يخشون أي شيء. ولذلك الآن موقف ضد هذه التصريحات، لكن هذه التصريحات هي بالحقيقة بغير أسلوب ابن الشارع بمعناه الإيجابي، وأكرر يتحدث بها كثيرون، يتحدث بها مثلا كل الذين ينتقدون الفساد، ينتقدون المحاصصة، ينتقدون عدم تطبيق الديمقراطية.